عاملة ايه؟ انت اللي عاملة ايه يا ندى؟ تعالي. زي ما انت شايفة. عال. مفيش احسن منك ده. عمتي عاملة ايه؟ ماما في السجن يا ندى. والجلسة الجاية هنسمع الحكم في القضية. قضية ايه؟ قتل محرم. ربنا معاها. شهد، أنا عاوزة زينب وريتال يجوا يزوروني. حاضر، أكيد هيجوا، بس إحنا بس انشغلنا الأيام اللي فاتت بقضية ماما مش أكتر. أنا عارفة إن أنتوا مش فاضيين. يا حبيبتي مش قصدي. أنا مش زعلانة، بس عاوزاكي تجيلي. وزينب عاوزاها تزورني. عاوزة أتكلم معاها. كل اللي انت عايزاه كله هيتعمل. انا ما خايفاش من الموت يا شه، انا مستنياه. انا بس عندي طلب، امنيه كده. اطلب اللي انت عايزاه. عاوزه تدفن جار ابوي وتسلم على عمتي وتقولي لها انها وحشاني واني نفسي اشوفها قبل ما اموت، وقولي لها اني مش زعلانه منها ونسيت كل اللي فات. مالك يا شاه تبكي ليه؟ ما تبكيش، محدش بياخد من الدنيا اكتر من نصيبه، وانا خلاص ما عدتش عاوزه حاجه من الدنيا دي. الجريمة مش جريمة نادية، الجريمة جريمتنا كلنا. نادية هي الوحيدة اللي هتدفع الثمن، هي اللي هتدفع الدين كله. خدنا ايه من خلافنا؟ خدنا ايه غير ان كل واحد جواه حتة مليانة وجع من التاني؟ خدنا ايه غير الدم اللي بيجري في عروقنا واحد؟ بس الحواجز كترت، وكترت قوي. كل ما نحاول نهد سد في غيره بيتبني. هننسى ازاي اننا كلنا سبب في اللي حصل لنادية؟ ذنبها هيبقى في رقبتنا كلنا. الجلسة الجاية هتاخدي براءة. يسمع منك ربنا. ريم كلفت محامي كبير قوي يمسك القضية، وقال لنا ان فيها ثغرات كتير جدا، وانك هتاخدي براءة الجلسة الجاية اكيد. صحيح والنبي؟ اه والله، بس ده مش هيحصل الا اذا سمعنا خبر حلو. وانا مش هعمل ايتها حاجه غير لما اضمن ان انا اطلع من هنا الاول. وانا اضمن منين بقى انك لما تاخدي براءه تعملي لي اللي انا عايزاه؟ اسمع البراءه واوعدك هتجيبي صوان كبير وتجيبي منادي وينادي في البلد كلها انه كريمه ماتت. بس انا عايزاكي تبلغي كريمه حاجه مهمه قوي. ايه هو؟ ان ناديه لبست البدله الحمراء. جبري؟ جبري؟ قومي نفطر سوا. جبري؟ جبري؟ انت نومك تقيل كده ليه؟ جبري؟ يا نهار اسود. زينب، زينب، يا نهار اسود، يا نهار اسود، يا زينب بنتي، يا زينب، زينب، زينب. ايه خير يا عمتي؟ بسم الله. الحقيني يا زينب. خير؟ الحقيني، بحاول اصحي جبريه، مش بترضى ترد عليا. ايه؟ تعالي تعالي بسرعه. يا ساتر يا رب، يا رب، يا ساتر يا رب، بسرعه. شوفي اللي احنا فيه ده. ستر جبريه. بسم الله الرحمن الرحيم. استنى كده اشوف النبضه. بسم الله. ربنا يستر يا رب، استرها يا رب. لا تمام، لسه عايشه يا عمتي. بصي خليكي جنبها وانا هنزل اجيب دكتور بسرعه. ايه؟ تسيبيني ايه؟ لا انا اعصابي سايبه، انا هكلم مروان ولا حسن. عمتي انا هكلم مروان ما تقلقيش، بس انت لازم تقعدي جنبها ولو حصل حاجه اتصلي بيا. يلا خليني امشي.
جبرية اوعي تموتي. قومي يا جبرية قومي. انتي ايه؟ عايزة تسيبيني؟ ازاي تسيبيني في الدنيا دي لوحدي؟ انتي ايه يا ولية؟ حتى في الموت ما بتفكريش الا في نفسك. جبرية انتي مش هتموتي، انتي هتعيشي يا جبرية. امال ايه؟ قال تموت قال لا. جبرية جبرية امال انا همسك في خناج مين يا جبرية؟ حرام عليكي جبرية. قومي حبيبتي قسما بالله العظيم لو ما كنت تقومي هزعل منك ومش هسامحك كمان. جبرية خلاص مش هزعل منك ابدا، هنسامحك يا جبرية. يا جبرية حرام عليك، حرام عليك يا جبرية، ما توجعيش قلبي. حرام عليك يا جبرية، حرام عليك ما توجعيش قلبي، مش عايش قلبي يا جبرية. أيوة يا محروس، هو خرج دلوقتي، عايزك تفضل وراه وتعرف لي مكان نعيمة. ما تقلقش يا محروس، اللي انت عايزه هديهولك. بتتكلمي بجد؟ محروس؟ لا عيني، لا مش هيغيب عن عيني لحظة، هو قدامي قدامي. يلا سلام عليكم. سلام. محروس محروس استنى استنى بكلمك. عايزة ايه؟ عايزة ايه؟ رايح فين؟ شغلانة كده. شغلانة؟ شغلانة ايه؟ تعالى هنا. هو انت وراك حاجة؟ رايح فين وسايبني في البلد دي لوحدي؟ بقولك ايه؟ اقعدي في البيت لحد ما اجيلك يا بت. يا سلام، وافرض بقى فتحي ولا شمس جم وقالوا لي يلا بره، اقعد انا استناك في الشارع؟ محدش هيقولك حاجة، محدش هيقولك حاجة. طيب هات فلوس. ايه؟ هات فلوس. شوفي انا ما بكرهش في حياتي قد اللي يقولي الكلمة دي، ما ببقاش طايق نفسي وبتجنن. ايه محروس في ايه؟ افرض طب جعت ولا عايز اشرب ولا اعمل اي حاجة، عايزة فلوس. صوموا تصحوا. صوموا تصحوا؟ منك لله يا بعيد، شكلي هخس، حسبي الله ونعم الوكيل. ايه الاحساس اللي جواكي ده يا زينب؟